بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم. نعم، هذا هو تكريم الله سبحانه وتعالى بأنهم عنده يرزقون، وهو النصر الصحيح بمعنى الكلمة، نصر المقتول على القاتل واستمرارية النصر حتى قيام الساعة. فأنا أفتخر أن أكون بينكم، ولست بصاحب هذا القدر أمام هذه القامات التي عطت ولم تركع إلا لله سبحانه وتعالى. الشهيد والشهادة، شهداءنا لم يخرجوا بطرا أو أشرا، خرجوا للمطالبة بحقوق مشروعة شرعه الله سبحانه وتعالى و بني الإنسان عموما. لهذا خرج شهيدنا الصافي حسين الصافي في التسعينات في مثل هذا اليوم في عام 1996 ليطالب بحقوقه، إلا أنه قتل مظلوما وإلى اليوم. وفي مثل هذا اليوم في أيام ثورة 14 فبراير المجيدة التي خرج فيها الشعب مطالبا بحقوقه المشروع أيضا، قتل أمام الملأ شهيد الغيرة الذي مثل غيرة أبناء أوان البحرين التي لم ترضى أن يدنس عرض. كلنا رأينا الملاحقات لهذا الشهيد بسيارات الشرطة، فرحل مظلوما رحمه الله تعالى بروحهم وأرواح الشهداء الفاتحة. إن الشهادة لو كانوا ليسوا شهداء لم يخف منهم القاتل، لا زالوا لم يعطوا حقوقهم إلى اليوم. ولأن الشهيد محفوظ ومنصور من الله سبحانه وتعالى، ستظل هذه المحافل تدخل بذكرهم عليهم الرحمة لنتعلم منهم نحن الطلاب الصغار أمام هذه القامات مهما على شأن البعض منا، فلنستفيد من هذه الشهادة. قال تعالى: قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. أنا لست في صدد الهجرة أو تفسير الآية، إنما من لم يستطع مقاومة الظالم المطالب بحقه فليهاجر. الأصل أنك تطالب بحقوقك مهما كان، هذا الأصل. حقي من حقي أن أعيش كريما. لهذا الشهادة على كل المراتب. الشهيد لم يغادر، ولو أن من غادر حمل كرامته معه أيضا، ولكنه أبى إلا أنه يأخذ حقه، ولكن عموم الظلمة يرفضون ذلك. لهذا لم نخاف على شهدائنا. لقد خرج الشهيد المؤمن في 14
صارخ النفس فدا وطني، لم تكن كلمات مبعثرة هنا أو هناك. نفسي فدا وطني تعني أنني أطالب بحق هذا في هذا الوطن، بل أقدم أغلى ما عندي لله سبحانه وتعالى ولهذا الوطن ولهذا الشعب عموما، لم يقل سنة أو شيعة، لهذا الوطن، لهذا قتل، ولهذا تحارب هذه الكلمات هنا وهناك. فلنستفد من الشهداء ومن كلماتهم ومن مواقفهم، ولهذا أقتنم هذه الفرصة معي آباء أخوة وأخوات هناك أمهات، ولدي أبناء طلبة، فلنستفد من الشهداء. محمد إبراهيم يعقوب ولد رحمة الله عليه الشهيد كان مثابرا في دراسته، هذا ما عرفته عنه، وكذلك الشهيد علي المؤمن. فعلينا نحن الآباء قبل الأبناء أن نلتفت لأبنائنا في كل مجال. إذا أردنا تربية صحيحة ليس معنى أن نأكل في زاوية في البيت، فليكن ابني يأخذ كامل عناوين التربية، فليكن في المسجد، فليكن في المأتم، فليكن في المركز الشبابي، فليكن في درس القرآن، فليكن في الشارع مؤدبا، في كل نواحي الحياة الاجتماعية. ليس أن نخاف عليه لنكون في زاوية في المنزل حتى لا يصاب بأذى. ما هو القصد هذا؟ من يحب أبنائه أن يربيه تربية صحيحة في كل مجالاته. أبنائي الطلبة، من أراد، من يحب الشهداء عليه أن يمتثل لمطالب الشهداء. الشهداء كانوا يدرسون متفوقين، فلنتفوق به كما تفوقوا، كانوا مؤدبين خلوقين، فلنحمل الأخلاق في حياتنا. كذلك الأخوة عليهم أن يشجعون أخوتهم، قد لا يكون لهذا الطالب أب بقدر المسؤولية، الأخ الأكبر عليه أن يقوم بدوره، وهذا كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي نفس السياق اليوم أقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نعم، هناك من يصم هذا الشعب بالإرهاب وبالعنف. هذا الشعب أثبت بكل معاني الإثبات أنه شعب يطلب حقوق وليس إرهابيا كما يدعى عليه. فلا نخجل أن نكون نطالب بحقوقنا. كل العالم يعرف أن الشعب البحريني يطالب بحقه أيا كانت مراتب المطالبة، أنا لا أدخل في هذه الخصوصية. شعب يطالب بحق، يطالب بتغيير وضعه السيء. من يرهب هو من يهجم على بيت كما فعل بنا من قبل أيام، يهجم على بيتي وتروع حرمتي. هذا هو الإرهاب، هذا هو العنف. ليس العنف أن يخرج على المؤمن أو يخرج محمد الغيرة أو الصافي أو حسين الصافي ليطالب بحقه، لا مجال، ليست السياسة هذه. هناك حقوق، نختلف، ولكن ليس مجال لأن نختلف أن لدينا حقوق. فلنأخذ من الشهداء درس أن مطالبنا لا
لابد أن تتحقق حتى نعيش بكرامة، وإلا سنعيش أذلة في كل مقالة. الأسئلة التاريخية تعلمنا كل الحضارات التي ماتت بسبب خروج الضلالة عموما. بنو إسرائيل حينما خلقوا الفرعون أخذ يقتل أبنائهم ويستحيي نساءهم، ولكن حين خرج موسى عليه السلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام استطاع أن يغير الكلمة تغير، ولا نحاول أن نسمع لمن يغرز الفتنة والاختلاف في هذا الشعب كمن يدعي أن هذا الشعب ينحو نحو العنف، أو هناك من لديه عنف. أبناءنا ليسوا عنفيين، ليسوا إرهابيين، أبناءنا في السجون نعم ولكنهم مظلومين. المسرحيات واضحة، أنا ضحية هذه المسرحيات، عائلتي ضحية هذه المسرحيات. قرار 3000 سجين رأي، هناك من يقول ليس هناك سجين رأي. لقد أعمى الله بصره وبصيرته، هناك المصالح أو الخوف، وأنا أقول قد يكون الخوف، ولكن نقول كلك يدك وسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لن تنمو ذكرنا ولن تميت روحنا. هذه كلمات قالتها أم البصيرة بطلة كربلاء عليه السلام ببصيرة. فلنأخذ من هذا المثال، ولهذا علينا أن لا أقول أنك تروح الظاهر أو لا، أقول خذ جانبك الصحيح في مجتمعك، كن رجل صحيح في مجتمعك، لا تكون سلبيا، بهذا راح يصلح المجتمع. في الختام أعتذر عن التقصير، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بحق شهدائنا الأبرار الذين ظلمهم النظام. أقولها بالتأكيد لأنني تقدمت لهذا النظام، وهو أول طالب تقدم فيه بعد ثورة 14، بأن يأخذ القضاء مجراه، إلا أن القضاء ظلم ابني الشهيد علي المؤمن كما ظلم سابقه الشيخ حسين الصافي، فبدل أن يجرأ من القاتل ويذهب القضاء يجرم الشهيد. لهذا أقول الإرهاب ليس من وجوهنا كما يدعي البعض، ولكننا تعلمنا من الحسين أن الحياة مع الظالمين بارمة، وأن الركوع لله سبحانه وتعالى وحده والذلة ليست في وجوه المؤمنين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ورحمة الله من أعاد الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وعلى محمد.